رفع معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، رفع خالص التهاني والتبريكات إلى جلالة الملك المفدى وصاحبي السمو الملكي رئيس الوزراء وولي العهد بمناسبة فوز المنتخب الوطني البحريني لكرة القدم بمناسبة فوزه ببطولة كأس الخليج العربية 24. وكان معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة قد شهد المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج 24 التي جمعت بين المنتخبين البحريني والسعودي في العاصمة القطرية الدوحة. واعتبر معاليه الإنجاز التاريخي للمنتخب الوطني ثمرة للرعاية الكريمة التي توليها القيادة الرشيدة للحركة الرياضية في المملكة ودعم القيادة المتواصل للمنتخبات الوطنية وتحفيزها للرياضيين البحرينيين من أجل رفع علم البحرين عاليا في المحافل الرياضية إقليميا وقاريا وعالميا. كما هنأ معاليه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بهذا الإنجاز الكبير، مشيدا بدعم سموهما الواضح للكرة البحرينية وحرصهما على تذليل العقبات أمام المنتخبات في مختلف التظاهرات الرياضية.